السلام عليكم يا شيخ. لقد قمنا اليوم بفضل الله عز وجل برمي جمرة العقبة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى في أول يوم من أيام التشريق يوم 11 من شهر ذي الحجة، ونسأل الله أن يتم لنا بقية الأعمال على خير إن شاء الله. إن شاء الله، الله يبارك فيك. ابن حمادة. نعم. مش مزيان. مش مزيان. انت مزيان على كامل. على من تتسلم؟ على من؟ كل شيء العائلة. لا من؟ كل شيء العائلة. لطيفة. ايه. وشكون اخر؟ زكريا. فرح. زكريا. لا سيرس.